السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه حلقة 6 ولا 5، والله ما عقلت مازال. آخر فيديو شحال هذه ما درتو، كنت درت واحد الفيديو ولكن ما بارطاجيتوش، فيه بتلت هاد البوالي ديال القدام، كانوا هذوك عاديين. درت هادو اللي فيهم الصفر، كما كتشوفوا هذه نقية، هذه موسخة شوية، عامرة بدك بالغبرة من الداخل. خصني نحيد الدجاجة ونقيها مزيان، ونحيد هاد 240 اللي مكتوبة بالفوتر ولا بلونكو. سوديت تحت من هاد البومبة ديال لابيس، كان بوري كامل. هذا هو الطرف اللي حيدت، شوفوا كاين بوري. سوديت الطرف الجديد، غادي نوري لكم من هنا. كما كتشوفوا هذا الطرف كامل جديد، راه غادي حتى لقدام تما. درت ليه بلي بوان سودور وكلشي كيف ما كان في الدوريجين. الفيديو ديال اليوم هو غادي نخدمو في السيستم ديال التبراد، تبراد الموتور يعني رادياتور، تبراد الريح يعني لانتر كولر. هادو ماشي دي بيس ديال مرسيدس ولا ديال 240، يعني خصني نصيب لهم الفيكساسيون ديالهم باش تقدري تحطو كيف ما بغيت انا. كيما كتشوفو هذه هي الفيكساسيون دوريجين ديال رادياتور دوريجين مرسيدس. هذه راه كتكون هنا، كيشد فيها هذا اللعيبه، هذا المسطاش ولا شنو كتسميو، كيجي مع تحت هذا ليل مع ليل الاخر كيتكونيكت هنا. هذه حيطه حيت كانت كتقيس ليا لانتير كولور، اي خصني نقطع ضروري هاد الشيء كامل، هاد الفيكساسيون دوريجين ديال المرسيدس، ونصيب واحد لا فيكساسيون من عندي اللي غادي نخصني نفابريكيها. نركب هذا في البلاصه اللي قلت لكم باش تقدروا تشوفوا شنو هو المشكل، وعلاش ما طيحش، وعلاش خصني نقطع داك التحت. المهم بغيت نوريكم دابا، انا محطوط الانتركولر تماك، ومحطوط الرادياتور. الرادياتور ما يمكنش ندخلو حيت مزحم في داك التحت. الانتركولر راه خصو يجي زايد لقدام و يعمر هاد الخوا اللي كاين هنا، يعني باش يجي لانتر كولور هو الاول. رادياتور لاصقين شويه باش تجي شويه بلامانا. داكشي علاش كيما كتشوفو بغيت نقطع هاد لانستالاسيون ديال هاد اوريجين، و خصوصا هاد اللعيبات هادو، حيت كيما كتشوفو مغاديش يخليو فيكساسيون دوريجين. غادي نحاولو نصيبو واحد الفيكساسيون اللي غادي يجي فيها الرادياتور والانتر كولور. حطيت غير واحد ستيلات طرف ديال الخشب على حساب العبار اللي بغيت، تما فين يجيو القوادس تحت من هاد اللعيبة هادي، باش يقدرو يدوزو القوادس من هنا ويدخلو هنا، نتقبلوهم تما يدخلو من لهيه ويطلعو لفوق. نفس حاجة تما، يدوز القادوس من هنا تقبليه لفوق، يدوز الطاق ويدخل التيربو. نشد العبارات من هنا لهنا، لهنا لهنا، نحاول يجي داكشي مسونطري، يجي داكشي زوين فيني، وديك الساعة نقدر نصيب الفيكساسيون. المهم اجي والله هادي شي، هادي ما تضرعش والله، هادي ما تقطع بالله. اشنو غادي ندير؟ غادي نصيب غير واحد ديزاين ديالي بالكرتون ديال الفيكساسيون، تنشوف داكشي واش هو هذاك، وغادي نصيب كلشي بالحديد بنفس العبار ديال هاد الكرتون هذا. داك الكرتون اللي كنت كنقطع انا السي ايوب، هو هاد الكرتون هذا تقريبا هكا غادي تجي الفيكساسيون. هاد الخوا اللي كاين هنا نقدروا نديروا فيه رادياتور ديال الزيت من هنا لقدام. المهم اذا دابا نهزو هذا ونصيبو بالحديد. السيستم كيخرج، هنا غادي يكون لانتير كولور، وهنا غادي يكون رادياتور. هنا غادي نزيد مازال شي جلادي باش حتى الا كان شي فيبراسيون هذا ما يبداش يتقاس الحديد والحديد، يكون داك الكاوتشو ولا المهم شي حاجه رطبه اللي غادي تشرب داك التزعزيع. ما صورتش لكم كلشي كيفاش درت، شحال قطعت ولي بروسيدور، كاينه صورت لكم دابا تقريبا كيفاش غادي يطلع داكشي. غادي نسوديه كامل، وغادي نركب لكم رادياتور
والانتركولور ونمشيو نركب هادشي في الطوموبيل. الى باليكم بولون هكا بولون هكا بولون هكا، راه غير هزيت داكشي اللي عندي هنا في الكراج وحطيته، و ان شاء الله غادي نشري بولونات كاملين ونركبهم، يعني هادو غير بروفيزوار. حتى هادشي اللي شفته هنا هاد الجيكس هذا راه غير بروفيزوار، بما نجيب الجلادي غير باش يبقاو باش يبقى الرادياتور على العبار ديالو. انا وسي اشرف غادي نمشيو نركبو هادشي في الطوموبيل. بارتي الاولى، المهم هاد اللعيبات اللي وريتكم في الاول، هادي وهادو راه غيتشدو في هاد اللعيبات هادو. على حساب الفونتيلو في الفرا قولوا كاينه واحد 95 سنتيم، نحاولوا نديروا شي فرفره الكتريك. كاينه الفيكساسيون الوحيده اللي كاينه هي هذه وهذه، يعني راه معلق الرادياتور انتركولر من الفوق، ولكن يعني عند لي من اللقاح حيت ما كاينه شي فيكساسيون في التحت ولا في الجناب. باش نوريكم كما تشوفوا هو كيلعب. يعني دابا شنو خصني ندير؟ خصني ندير واحد الفيكساسيون اللي تجي من هنا. عاود تركبت هذا السيستم هذا من جديد باش نوريكم هاد اللعيبات اللي زدت لهنا. كما كتشوفوا راهم مسودين في هذا، وغيدير لهم بولون في هذا الكراش بار، هي تقريبا البولون هنا. مازال الفتره ديالي ماركي تقبل لي بيرسي ديك الساعات ماركي بحال هكا، و دابا غادي نحيد هادشي نتقب ونركبو الاخير مره. الرادياتور والانتركولور راه محطوطين بوحدهم بلا حتى شي كاله بلا حتى شي حاجه. كما شفتوا هذيك اللعبه اللي صيب اخر حاجه، درت واحد البولون في الكراش بار. كما تشوفوا هادشي راه صحيح، ما عندوش فين يتزعزع، بحال هاد البلاستيكه هادي اللي كتكون هنا في هاد القدام اللي كتجي بحال هكا، غادي خاصها تقطع شويه من لهي شو من تما. هادي علاش مديوره غير فاش كيدار الباشو كروم، ما يبقاش هنا الوسط خاوي، كتكون هاد البلاستيكه اللي كتخبي داكشي، خسر تقطع شويه من هنا ومن لهي. اصلا هادي راه مهرسه شويه وكاشفه، كنحاول نجيب شي وحده جديده. والمشكل الثاني ولا الموديفيكاسيون الثانيه هو هاد لاكالوندر، خصني نقص منها واحد شويه هنا وشويه لهي، حيت فاش كيتسد الكابو كيتلاقى مع الانتركولر تحت. غادي نوريكم معايا كما كتشوفوا الكابو مازال ما مسدود، و لا كالوندر راه كتقيس الانتركولور، يعني تا هذا خصو تموديفيا. من غير جوج حوايج صغار راه نكونو سالينا الخدمه ديالنا. خصنا مازال غير لانستالاسيون ديال التيوات والقوادس ديال الانتركولور والرادياتور، داكشي نخليو حتى لشي فيديو اخر.
نتمنى يعجبكم هذا الفيديو بزاف ونتشوفوا في ليبيزود الجاي ان شاء الله.